نشأت في عائلة مسيحية متدينة تجتمع للصلاة كل يوم، وما زالت تقوم بأعمال الرحمة، تساعد الفقراء من حولها بقدر استطاعتها. كنا نعيش حياة تتكل على الأعمال، كنا نعيش حياة مظهر بدون جوهر، طقوس بدون نصوص. كانت علاقتي في الله هي علاقة واجبات وحقوق، أقوم بواجباتي نحوك ولي حقوق عندك، شرط أن تسيج حوالي وأن لا يصيبني أي أذى أو مكروه. وعندما كان يحصل لي أي شيء غير مرغوب فيه كنت أسأله: ماذا فعلت لك؟ ما كنت أعلم أن الألم، أننا يجب أن نحيا، أن نتألم معه لكي نحيا معه. إلى أن سمح الرب أن أمر بتجربتين أليمتين، إحداهما صحية والأخرى تلقيت إساءة كبيرة ممن أحسنت إليه ودفعت عن قضيته أمام المحاكم مجانا ولوجه المسيح. عندها صدمت فسألت الرب: أهكذا أكافأ عما فعلت؟ من المسؤول عني؟ من المحامي عني؟ من يحميني؟ فأنت لا تهتم بي. ما كنت أعلم أنني يجب أن أتألم معه لكي أحيا معه. فصرت أتابع برنامج على قناة الحياة وأدون الشواهد الكتابية على ورقة والكتاب المقدس إلى جانبي، وعندما ينتهي البرنامج كنت أعود إلى الكتاب المقدس وألون بالأصفر الآيات الكتابية وأحفظها وأخبئها بقلبي وأعمل بها. كنت أعيش على الطقوس، لكن الرب سمح أن يغيرني من الداخل، غيرني جذريا وفكريا وقلبيا وفوريا. أنا أرى دروبي المظلمة، صرت خليقة جديدة في المسيح. أعتبر نفسي أنني ولدت ولادة جديدة، به تستنير بكلمة الرب تستنير دروبي وعقلي. أصبح الرب هو الأول والآخر في حياتي، هو قبل كل شيء. ألجأ إلى الصليب لأسأله عن كل عمل وأسترشده، وأنتظر لأسمع صوته وألمس حضوره لأقوم بالعمل الذي سألته عنه. به أحيا وأتحرك وأوجد. هو غفر خطاياي، هو يحبني، هو يضمني، هو يستر خطاياي، هو يخلصني، وحده المخلص الوحيد. أخي وأختي المشاهدة، الكتاب المقدس هو ليس برنامج تصحيح، بل هو خلق كيان جديد. لذلك أرجوك وأدعوك أن لا تتردد ولا تتأخر في قراءة هذا الكتاب، بحيث أنه فريد من نوعه، بحيث أن كافة المؤلفات تقرأها والمؤلف رحل أو غائب ما عدا الكتاب المقدس، تقرأه والمؤلف حاضر إلى جانبك ليرشدك ويدلك وينير قلبك. وحده قوة الخلاص لكل من يؤمن. جرب واختبر قوة التغيير. شهيد خير.